جا هذيك الكارطه كل ما تجيبهاش ما تدخلش. اوكي كي ولدي كريم غزالي شويه شفتو كيكتب لك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام. السرطان يهزم ريم غزالي، حسناء الدراما الجزائرية تكتفي بثمانية وثلاثون عاما. توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي عن عمر يناهز 38 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. قبل ما فوت على ستار اكاديمي كنت صغيري، كنت لسه عم بدرس، كنت بلشت الانتاج وكنت عم بقدم برامج على الاذاعه وعلى التلفزيون. ونشرت نجمة برنامج ستار اكاديمي سلمى غزالي فيديو مؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي، نعت فيه شقيقتها بابتسامة ودموع وحزن ودعت لها بالرحمة. وقالت سلمى غزالي: فارقتنا غزالة الجزائر، ما فارقتني الابتسامة، لأنني أعرف أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل والأحسن. وطلبت سلمى من جمهورها أن يدعو لها بالرحمة والمغفرة، وتابعت قائلة بابتسامة غطتها دموع الحزن، متأكدة أن الله سيعطيها أشياء حلوة كثيرة، قائلة: هكذا يحس قلبي، الله يصبر والدتي ووالدي ويعطيهم القوة، الحمد لله على رحمتك يا رب، الله أكبر. دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك في رحمته يا حبيبتي يا ريم. ما فارقتني الابتسامة لأنه بعرف أنه الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن. أدعو لها بالرحمة وادعو لها بالأشياء الطيبة والحلوة، طالما هيك دعيتوا لها كتير. أنا متأكدة أنه ربنا رح يعطيها هاك أشياء كتير حلوة وطيبة. أنا عندي هاك قلبي مهنيني أنه شيس هاك طيبة كويسة. الله يصبر ماما يعطيهم القوة. الحمد لله يا رب، الحمد لله على رحمتك يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله يرحمك برحمته يا ريم. يا غزالة، I will miss you my cuca. وكانت الفنانة الجزائرية ريم غزالي قد تصدرت الترند الجزائري على موقع تويتر قبل وفاتها بوسم الله يشفيك يا ريم غزالي بأكثر من 5000 تغريدة دعت كلها لها بالشفاء من مرضها الخطر. ووقتها نشرت أختها منشورا بعدة لغات طلبت فيه من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأثنت في المقابل على رفض الفنانة استغلال مرضها لاستعطاف جمهورها. ما نندمش كنت صادقة، سنة عفوية ومن بعد كي تبكي عيب. بعدما فضلت مقاطعة مواقع التواصل وقالت: لطالما احترمت فيك عدم استغلال الضعف والمرض من أجل الشهرة. الفنانة الجزائرية ريم غزالي عانت منذ سنوات عديدة من مرض السرطان واضطرت لاستئصال ورم من الدماغ. شوف المهم الواحد ينقل الحقيقة. بعد عملية جراحية عاجلة لإنقاذها من فقدان الذاكرة والبصر نتيجة الورم، وهي العملية التي تكللت بالنجاح، لكن مرض السرطان
عاد لاختراق دماغ وجسد ريم، ودخلت مستشفى في باريس منذ أبريل نيسان عام 2019. كنت تشوف الفيديو انا وش قلت؟ قلت انا هاد الضغط اللي راني نعيشه باسكو لو مونتاج اجري دير هادي طول مون دري. الى ان تدهورت حالتها الصحية في الشهر الاخير، كان اخر ما نشرته الفنانة ريم غزالي عبر حسابها على انستغرام في 24 يناير كانون الثاني الماضي صورتها وهي ترتدي لباس وقبعة قائد الطائرة، وقالت فيها احضري للطائرة كفى خفف علينا يا رب. ريم واش ندير؟ ريم واش نعمل؟ ريم طلعي في المونتاج، ريم الصون، ريم واش ندير في الموسيقى؟ ريم 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 بوغرون ام كتبو ام لاختي حتى الدين ولا يحكي على بوغرون. وجاءت معظم منشوراتها معبرة عن اشتياقها لعائلتها وبلدها، خصوصا بعد ان اجبرها المرض على المكوث في باريس لأكثر من عامين. وأعلنت الراحلة ريم غزالي في نوفمبر تشرين الثاني 2019 للمرة الأولى عن إصابتها بمرض السرطان في الدماغ. هاي هضر مع عنيف وعمرك 25 سنة، أنت أكبر واحد بحكيك جوزيف، كل واحد عنده تم يحكي لحاله، عم بحكي معك عم بحكي معه. وقالت إنها المحاربة لطالما حاربت ولا زالت تحارب. نعم ريم غزالي تلك الفتاة التي لا تمل وتحب وتتقن العمل أمام الكاميرا ووراء الكاميرا، هي الآن تحارب المرض، وحولها سندها أخوها أحمد لطالما وقف ولا يزال. على فكرة على الضحكة الحلوة يعني اللي بيهتم لي بجمال ابتسامتي ومدنت. ريم غزالي كل من حولها يحبونها ويساندونها، أما عن والدها السيد غزالي حياته كلها ريم، ولها أم ليست ككل الأمهات، ولها زوج يحترمها ويساندها في حياتها العملية والعادية. اللونج دكتور يا الله نسيته تامر ديب تامر ديب. ريم غزالي فنانة من نجوم الجيل الجديد بالجزائر، وبرزت للمرة الأولى في الموسم الثالث من برنامج ستار أكاديمي، وخلفت فيه شقيقتها سلمى التي شاركت بالبرنامج ذاته في الموسم الثاني. ولدت ريم غزالي في 29 يونيو حزيران سنة 1982 في الجزائر العاصمة. عملت تبييض تماما يعني التبييض وضح الابتسامة. وعرفت بجمالها حيث حصدت لقب ملكة الجمال عام 2004 بعد مشاركتها في مسابقة جمال لوكس المحلية، وشاركت بعدها في سنة 2005 في برنامج ستار أكاديمي الجزء الثالث عام 2005. وبعد زواجها من المنتج نبيل بن ناصر دخلت الفنانة ريم غزالي مجال التمثيل والإنتاج السينمائي والدرامي. الله يرحمك يا ريم، كنت على تواصل معاه من فترة. وكان أول عمل درامي أنتجته في رمضان 2018 بعنوان الملكة هيدورة، وبث على معظم القنوات الجزائرية، وشاركت في أعمال سينمائية ودرامية أخرى. وقد نعت المطربة الجزائرية سلمى غزالي شقيقة الفنانة ريم غزالي التي رحلت عن عالمنا بكلمات مؤثرة، مؤكدة على ثقتها بأن الله قد اختار لها الأفضل. وقالت الغزالي وهي مبتسمة ابتسامة ممزوجة بالدموع من دقائق قليلة: فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم، فارقتني الابتسامة لأنه أعرف أن الله أكرم وأرحم ويختارك الأحسن. ادعو لها بالرحمة وادعو لها بالأشياء الطيبة الحلوة، أنا متأكدة أن ربنا رح يعطيها أشياء طيبة وحلوة كتير. قلبي مهنيني بأنها طيبة وكويسة، الله يصبر بابا وماما ويعطيهم القوة. الحمد لله يا رب، الحمد لله على رحمتك يا رب،
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله يرحمك برحمته يا ريم يا غزالة، سأفتقدك. وكانت الفنانة الجزائرية ريم غزالي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 38 عاما بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصابها مرتين. في نهاية الفيديو نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعو الله بأن يغفر للفنانة ريم غزالي وأن يجعل مسواها الجنة. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.